مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وجمعة مباركة تجمعنا بكم في اليوم نجتمع، والذي يأتيكم من القناة السعودية، ونسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. مساء الخير يا شيخ. حياك الله أخي سلطان، وحيا الله أخو المشاهدين جميعا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، سيكون الحديث في هذه الحلقة عن أسباب النصر. فضيلة الشيخ، الحديث عن أسباب النصر يدفعنا في البداية للحديث عن النصر في القرآن الكريم، كيف أتى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فأحسنتم في ربطنا بكتاب الله بادئ ذي بدء، لأنه مصدر التشريع الأول، وهو الكتاب المعصوم من الزلل والحيف والنقص والخلل. والنصر في القرآن أتى على أضرب وعلى درجات وعلى أقسام. أولا، النصر كلمة لذيذة وجميلة، ومقصد بشري هائل وعظيم، ولا يتحقق النصر في العالم إلا بالعدل والحق والسلام، وهو مطلب كل العظماء. حتى يقول أبو تمام: نصر تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشبي. والله من بالنصر على المؤمنين وأفرحهم به واستبشروا به، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر يعني في الموقع، في موقعة بدر. أنا سامحني استطراد. بدر بن عمار هذا أمير الأردن عمان قديما في عهد المتنبي، قتل الأسد وانتصر على النصارى، فقال الخطيب يوم الجمعة: ولقد نصركم الله ببدر، وهو اسم الشخص. والمقصود في القرآن اسم الموقعة التي هناك، حتى يقول المتنبي: عين تذم من الخو قتل الأسد، هذا بدر بعصاه بصوت عنده، عين تذم من الخليل خليلها بدر بن عمار ابن إسماعيل معفر الليث الهزبر بصوته، من ادخرت الصارم المسلول. أعود إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول أذلة في العتاد وفي النفوس وفي العدد، ومع ذلك نصركم، يعني النصر عنده، لعلكم تشكرون، تشكرون هذه النعمة العظيمة. فلما اعتمدوا على الله في بدر ورأوا ذلتهم ومسكنتهم نصرهم الله. فلما أتت حنين حضر أكثر من 10,000. قال أبو بكر فيما ورد عنه عند الطبري والكثير: لن نغلب اليوم من كله. يقولوا: أبشروا، امتلأت الأودية من الجيوش، واعتداد وكتائب وجنود، فأتت الهزيمة سبحان الله. فولوا مدبرين. قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم فينا الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فحصل الهزيمة أول الأمر بسبب الاعتداد بالنفس. فينبغي يعني من أسباب النصر المسكنة والتواضع لله واللجأ والعودة إلى الله. أيضا يعود القرآن في النصر يتحدث عنه، فيقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما معنى ذلك؟ إن تنصروا الله بالإيمان به وبطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسكنة والتضرع والخشية والإنابة وترك المعاصي، نصركم الله على أعدائكم ونصركم على الشيطان وعلى أنفسكم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن نصر إلا من عند الله. وقال سبحانه وتعالى: وانصرنا، عن دعاء المؤمن، وانصرنا على القوم الكافرين. فهو مطلب شرعي أن ينتصر به المؤمنون. إذا علم هذا فإن القرآن عالج النصر بأسباب: أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، كثرة اللجأ والمسكنة واستشعار الذلة، الاعتصام والتآخي والتعاون، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها طاعة القائد المؤمن ولي الأمر في طاعة الله، لأن الصحابة في أحد سبب الهزيمة أنهم خالفوا أمر رسول الله عليه وسلم، وخرجوا نزلوا من على الجبل. قال: قل هو من عندي أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. أنتم خالفتم القائد، خالفتم ولي الأمر في ذلك، فحصلت الهزيمة. هذا مجالات مسارات عامة في التحدث والتكلم الله سبحانه وتعالى عن النصر. جميل. الملمح فضل الشيخ في آيات النصر في القرآن الكريم أنها دائما لا تحاول أن تجعل من التركيز على الأسباب المادية فقط، في إحالة كثير لمسألة الإيمان والاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه. ما الذي يمكن أن نقرأه بأسباب النصر المادية والمعنوية؟ كان الانتصارات التي وقعت في الإسلام أنا قرأتها في المعارك الكبرى، وإذا غالب كل القادة معتصمين بالله متوكلين عليه معتمدين عليه. أنا أذكر لقطات سريعة: خالد بن وليد في اليرموك قال له رجل مخذلين لما رأى الروم 280,000: اليوم نفر إلى جبل سلمة وآجة الذي بحائل. فدمعت عين خالد وقال: لا نفر إلى سلمة وآجة بل إلى الله المجتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتصر رضي الله عنه وأرضاه. قتيبة بن مسلم لما قاتل في معركة كابل قبل المعركة قال: التمسوا لمحمد بن واسع
العالم الرباني الزاهد العابد الولي كان فين هو لأنه حضر المعركة؟ قال اذهبوا ماذا يفعل محمد بن واسع في هذه الساعة؟ لأن الساعة حانت وقت الصفر حاسمة وحاسمة جدا، خلاص انتهى صفت الصفوف مع الدلال الكفار. فذهبوا إلى هذا العابد الولي الكبير العالم الزاهد، ما اتكى في حياته؟ قالوا ما تتكي، قال لا يتكي إلا الآمن. قالوا متى تتكي؟ قال إذا تجاوزت الصراط. هذا محمد بن واسع أتى وإذا هو صلى الضحى ورفع سبابته يقول يا حي قيوم يا حي قيوم يا حي قيوم، في وقت المعركة قبل بداية المعركة في وقتها. فعادوا إلى قتيبة قالوا وجدناه قد اعتمد على رمحه وبسبابة شير السماء حي قيوم، فدمعت عيون قتيبة هكذا وقال والله إن أصبع محمد بن واسع عندي أفضل من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. وفتحت كابل وانتصروا وحصلوا غنائم. القصة أتوا بمثل رأس الثور ذهب، قال اذهبوا به إلى محمد بن واسع. يقول قتيبة والله لو خبرنا الناس أن في المسلمين من يرى الذهب كالتراب. فذهبوا به في الخيمة وقالوا خذ هذا. قال لا أريده. قالوا قتيبة أعطاك. فرما به في الخيمة. فمر فقير يسأل يقول في الخيام يقول مما لله يا عباد الله، فأعطاه هذا الذهب كله. فأعادوا الرأس إلى قتيبة. قصدي من هذا أن هناك وقفات إيمانية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في ليلة صباح البدر كما في الصحيح وقف يناشد ربه ويلح على مولاه ويدعو ويتضرع يا ربي يا انتهك هذه العصابة اللهم انصرنا الله انتهك هذه العصابة فتعبد في بعد الأرض، حتى إلى درجة سقط رداه بأبي همه صلى الله عليه وسلم على كتفيه ويلح على ربه ويدعو ويناجي ويناشد مولاه. فيقول أبو بكر بعض من أشدك ربك يا رسول اشفاق على رسول الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، لأن الإلحاح على الله من أعظم درجات العبودية. لأن الله وصف سبحانه يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يقول لما استغثتم استجاب لكم. ووصف عباده قال إنهم كانوا يدعون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدل هذا وكانوا لنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين، فدل على أن التضرع من أسباب القوة في طلب ما عنده. الأمر الآخر محافظة على أمر الله مثل الصلاة في وقتها، صلاة الخوف في المعركة، صلاة الخوف في المعركة. ما الذي يفهم إنه في حالة معركة وحالة قتال ويعني في ذلك الوقت كانت الرماح تتخاطف والله عز وجل يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جميل جميل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. جميل. فصلاة وذكر الله عز وجل في وقت حرب وقتال، هذا البعد الروحاني البعد الإيماني في وقت معركة التنافس فيها مادي، يدل أولا على أن النصر من عند الله ولا يحصل إلا بطاعته، وعلى أهمية الصلاة وأنها لا تترك في أي حال من الأحوال حتى صلاة الخوف فرضت في المعركة، وعلى أن ذكر الله أفضل عمل وأكبر عمل ولذكر الله أكبر. أنت ذكرتني أخي سلطان بشيء، يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل لماذا ذكر الله الذكر في المعركة والناس مشغولون بالحرب، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشيخ ابن تيمية إن المحبوبين من عادة العرب ذكر محبوبهم وقت الأزمات وفي المعارك، حتى يقول عن ترى ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. فأخبر الله أولياءه أن ذكره أعظم ذكر في هذا المشهد، لأنه أحب محبوب إليهم سبحانه يحبهم يحبونه، فأوصاهم أن يكثروا من ذكره. ولذلك كان الصحابة يرددون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم أحد رددوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى بعد المعركة لما كثرت الجراحات والقتلى أتى أيضا خبر وشائعة مغرضة من كفار قريش أن جمعنا لكم يعني حتى يخوفونهم. فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. فنقل الله هذا المشهد وصوره لنا. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فدل على صدق اللجأ وصدق التوكل توفيض الأمر له سبحانه، كثرة الذكر كثرة العبادة. يقول ابن كثير وغيره أن رستم لما واجه سعد بن أبي وقاص في القادسية قبلها بليلة قال لأحد جواسيسي وعيوني انظر في جيشنا في الليل وفي جيشهم مر. فتنكر ودخل بين المسلمين
وإذا فرقة من جيش سعد رضي الله عنه يصلون وفرقة يقرؤون القرآن وفرقة يسبحون في وقت حرب, في وقت الحرب يعني صبيحات بتحصل القادسية, وفرقة يتدارسون التفسير, وفرقة يتناجون ويستغيثون. وعاد إلى جيشهم جيش فارس وإذا أناس يعاقرون الخمر وناس قد سكروا تماما وناس يعني يتكلمون بالباطل وبالزور مجلس فحش. فأخبر رستم قال هزمنا, وبدت المعركة وانتصروا, انتصروا على الأعداء بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأن ربعي بن عامر لما دخل على رستم قال إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذه المعاني الرائعة الرائقة هي التي انتصر بها أهل الإيمان لما توكلوا على الله. كن كالصحابة في زهد وفي ورع, القوم هم ما لهم في الناس أشباه, عباد ليل إذا جن الظلام بهم, كم عابد دمعه في الخد أجراه, وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه, يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدوننا مجدا أضعناه. حتى يقول عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى يخطب المسلمين ويوصيهم بتقوى الله, وعليه برد ممزق مرقع, يقول يا من يرى عمر, يقول محمود غريب, يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه, يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه. نحن لم نقاتل, يقول عمر أبو بكر عنه, لم نقاتل الناس بعدة ولا بعتاد, إنما قاتلهم بالإيمان. وأوصى جنود دم أن اتق الله, وعمر رضي الله عنه أوصى سعد بن أبي وقاص قال يا سعد, سعد بن مالك بن وهيب, لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب, أحبه من يطوعهم له. أيضا على ذكر سعد رضي الله عنه, أن ذكرت فضيلة الشيخ في أحد المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفدي أحدا إلا سعد. أوه سعد شيء آخر, الله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى سعد هو من العشر المبشرين بالجنة, رابع إنسان في الإسلام, وهو من رمى بسهم, رمى بك الله جنبيها فحطمها, ولو رمى بك غير الله لم يصب, تدبير محتسب لله, منتقم لله مرتقب لله محتسب. سعد إذا رأى صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرني كل الخالي, وكان سليم القلب طيبا لكنه شجاع. لما حتى عمر رضي عنه يريد قائد القادسية دخل الخيام شاور والجيش كله موجود, ما فخرج عبد الرحمن بن عوف قال وجدت الأسد في براثني, الأسد في براثني. قال عمر من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال أصبت. كان فارسا رضي الله عنه وكان شجاعا, وهو أول من رمى بسهم في الإسلام. يقول الرواه سهل بن سعد, وسعد رضي الله عنه يقول لا أنسى كان صلى الله عليه وسلم يقدم لي الأسهم يعني من الكنانة من الجعبة بنفسه صلى الله عليه وسلم. فيقول سعد من قوة رمي حتى دعي له في حديث يقبل التحسين, اللهم أجب دعوته وسدد رميه. قال يا رسول الله أين تريد أن أضعه؟ بين عينيه, فيضع بين عينيه. قال أنا تضع, قال في جبهتي, قال في جبهتي, أين قال في خدي, في خدي. فكان يضحك صلى الله عليه وسلم, يقول رأيته ضحك حتى بدت نواجهه. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي, ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول ما فدى الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه إلا سعد رضي الله عنه وأرضاه, ذاك الإمام قائد القادسية رضي الله عنه وأرضاه. وغيره كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا في المواقع والإيمان, يعني تحدث عن ملأ سطروا أروع الأمثلة خالد وعمر وعمر وكلهم رضوان الله عليهم, كل واحد قصة من الجهاد ومن الهجرة ومن التضحية. ولو اتسع المقال كنا سردنا مقامات لهم جليلة يا أخي في الجهاد, يعني ترفع الرأس والله. أبو دجانة رضي الله يقول صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذا السيف بحقه, قبل أحد رفعوا أيديهم كلهم يريدوا السيف, قال صلى الله عليه وسلم بحقه. قالوا ما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به في الأعداء حتى ينحني ويختضب دما, فنزلت الأيدي. قال أبو دجانة أنا وكان فارسا بطلا إذا في معركة لف لفاء عصابة حمراء, هذا خطر ممنوع على الاقتراب. قالوا الأنصار, غضب أبو دجانة, لبس العصابة الحمراء ما يلبس الوقت الخضر, فلبس العصام فضارب به حتى اندق السيف, إن على رأي اللواء حق أن يخذب الصعدة أو تندق. فهذا رضي الله عنه أمثاله هم الذين انتصر بهم الإسلام. الإسلام لم يبني على تهويل. وأنا أقول بالمناسبة كل العالم عالم ينشد القوة, القوي يحترم. ودعني أخي سلطان أدخل معك كذا, يقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم جميل. طيب بس يا شيخ لو حاولنا أن نفهم قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, هل هذا في نوع من تعليم النفس وإخضاعها بأن لا تعتد بقوتها وما لديها من عتاد وسلاح؟
نعم معنى الآية أن السبب الظاهر المادي الذي تراه ليس هو كل شيء، إن الله هو الذي أوصل رميتك وهو الذي سدد رميتك، ولو أراد الله ما وصلت رميتك ولا أصاب سهمك ولا قطع سيفك، لكن الله سبحانه وتعالى قوته ونصره وتدبيره، وإلا حتى لن يكون هناك انتصار. يعني شاهدنا من الجيوش عبر التاريخ من حضرت فهزمت وفشلت واندحرت لأن اعتمدت على ذواتها وانفسها وقوتها بدون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. هل المسلمون عبر التاريخ اعتمدوا فقط على جيوش؟ بل على التوكل على الله فتحوا الدنيا. ربع المعمورة في 25 سنة فتحت، ثم بعدها ب 25 سنة وصلنا شرقا إلى سور الصين العظيم. أنا رأيت سور الصين مررنا بها من لانجو، سور الصين التي مر بها محمود بن سبكتكين، محمود مثل إياز، قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، وهو الذي يقول محمد إقبال يحييه يقول بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب تفتح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا صحراء وسجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للرؤوس للسيوف رؤوسنا لنخشى يوما ظالما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حول الأزهار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. محمود بن سبكتكين ملك الصين قال له خذ 1000 صنم مصبوب ذهب صبات سواري وتركنا، قال ليه؟ علشان يوم القيامة آتي يسمى يا بايع الأصنام مشتري الأصنام، بل أكسرها لآتي يوم العرض الأكبر يا مكسر الأصنام، فكسرها وحرقها. فيقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصاغ الحلي والدينار. بعضهم يقول هذا خطاب إرهابي، وأقول السلام عليكم بالله، أمريكا وقوتها الآن وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي، من يملك النووي الآن؟ يتحدثون عن السلام، هم لماذا هابهم العالم؟ مصنعين ونووي وقنابل ذرية وعابرات قارات وبارجات ومدمرات. يا أخي في أزمة الخليج ذهبنا إلى الشرقية، يقول لي أحد العسكر هناك البارجة أظن مدري إيزنهاور أو لونكون يسمى رؤساء ثلاث طوابق، كل طابق فيها 75 طائرة، يعني أخذ المحيطات والبحر بيش، يعني السلام هذا هم يقولونه لأنهم أصبح أقوياء. ولذلك إذا أراد المسلمون السلام والأمن فعليهم أن يكونوا أقوياء، إذا أراد أن يحترموا العالم أن يكونوا أقوياء، الضعيف يوكل الضعيف يندثر. نعم جميل. طيب سنستعرض أيضا الحديث عن الأسباب المادية في وعلاقتها بأسباب النصر والتمكين والقوة، لكن دعنا فضل الشيخ أن نذهب مع مشاهدي الكرام إلى فاصل قصير، ثم نعود بعده للحديث واستكمال هذه الإشارات حول أسباب النصر في الكتاب والسنة وبعض أحداث التاريخ، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، واليوم نجتمع مع فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القيري. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير. حياك الله. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أسباب النصر، وكان جزء كبير من حديثنا عن الأسباب المعنوية، لكن نريد أن قبل أن ننتقل إلى الأسباب المادية أن نشير إلى أنه غالبا يتحدث عن المقاتل أو المجاهد المسلم أنه أكثر إقداما من غيره، ما الذي يجعل هذه الروح موجودة عند هذا المسلم في مواجهة العدو أكثر من غيره؟ الجندي المسلم يقاتل عن عقيدة صحيحة، عنده إيمان بالله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أن انتصاره أنه حياة ومجد وشرف ورفعة، ويرى أن موته شهادة في سبيل الله، فهو بين النصر وبين أن يدخل الجنة. يقول سبحانه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إنما نصر وشهادة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بيدينا. كان يا أخي يفرحون، كانوا يأتون إلى المعارك، كانوا يشربون الموت كأنه الماء الزلال، كانوا كأنه يذهبون إلى المعركة كانوا في نزهة أو في ليلة عرس، مقبلين غير مدبرين. نعم، حتى يقول خباب رضي الله عنه يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، خباب
عبد الله بن خبيب. عبد الله بن خبيب. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله ونساء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. الآن جعفر رضي الله عنه لما أتى يقاتل يعني منتهي رايح للفردوس رضي الله عنه حامل الرايه والسيف يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا لقيتها ضرابها. فكانوا يرون أنهم إما نصر يرفع الرأس وإما شهادة في سبيل الله هذا سبب النصر. أنا أقول الآن المسلمون لما أسقطوا دولة فارس ودولة الروم كانت دولتان عظيمتان كبيرتان باطشتان. مع العلم أن الأمة العربية بعد الإسلام حتى قبائل عربية كانت تعيش على المياه وعلى الماشية فلما اجتمعوا على الإسلام ذهبوا برماحهم فأسقطوا الدولتين وسيوفهم وفتحوا الدنيا. يا أخي من نهر اللوار غربا إلى سور الصين شرقا بقوة الإيمان وقوة العقيدة. وأنا أقول للمسلم اعتز بدينك اعتز برسالتك أنت تقاتل عن مبدأ وعن وطن وعن ميراث وعن رسالة وعن عقيدة. إن تكونوا يقول تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه مثله سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا وننكر يوم الروع ألوان خيرنا من الضرب حتى نحسب اللون أشقر الحمر أشقر يعني الجون أشقر يعني أننا أنهم صح أنهم قاتلونا وقتلناهم وسقونا لكن كنا أصبر وعندنا عقيدة وعندنا مبدأ وعندنا رسالة. فهذا شأن المؤمن أن يعتز بعقيدته. نحن نتشرف أن مؤمنين بالله ونقاتل عن حق وعن قضية عادلة. طيب فضل الشيخ الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. هل نفهم من هذه الآية ومن هذا السياق في قول الله عز وجل أنه نوع من اتخاذ الأسباب المادية حتى في حال السلم لا حرب؟ جميل. من مقاصد الآية هو قال ترهبون به عدو الله لا يلزم أن تقتلون به عدو الله. كيف؟ يعني حتى وجود القوة عندكم ترهبون عدو الله يخاف منكم ويأتي يحاوركم ويأتي يقيم معكم السلام. يا أخي من اللي يحاور الهزيل الضعيف؟ من الذي يجلس معه أجل؟ من الذي يسمع كلامه أجل؟ أنت إنسان ضعيف ما عندك قوة ولا عندك سلاح لماذا يجلس معك أصلا؟ ولماذا يفاوضونك أصلا؟ ولماذا يعقدون معك مؤتمر أصلا؟ أنت لست موجود أصلا في الساحة. لكن إذا كنت قوي وعندك قوة وعندك سلاح أقمت معهم العدل وأقمت السلام وحاوروك وخافوك يا أخي تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الضاري. وقلت أنا كن أحمر العين إن المجد منتهب وكن فديتك مغضوبا ومرهوبا لم تنفع الشاة في الدنيا سكينتها والليث ما ضره أن ليس محبوبا. ينبغي أن يكون أقوياء وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بل يا أخي الدول العظمى الخمس ملكة القوة النووي يتكلم عن السلام وحقوق الإنسان بعد ميش بعد محطة النووي بعد ما سافرت إلى عطارد والمريخ وبعد ما نزلت على سطح القمر وبعد ما قامت البوارج وعبرات القارات والصواريخ والمدمرات قالوا تعالى السلام والسلام. لكن من يحاور الدول الضعيفة الهزيلة التي ليس عندها قوة؟ لا ينبغي أن تكون قويا حتى تحترم. القوي دائم يا أخي محترم أحمر العين دائم يرضخ له ويسلم ويوقف له موقف احترام وموقف مجد موقف عظمة. أما الضعيف الهزيل فهو مهزوم في الدنيا والآخرة. ولذلك حبذ الرسول صلى الله عليه وسلم دائما القوي قال سبحانه خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدل ذلك على أن المؤمن القوة يا أخي ليس فقط القوة السلاح قوة العلم قوة الاقتصاد قوة الفكر قوة الأدب قوة حتى مجالات الحياة كل أن تكون قويا في بابك. جميل. وهذا الذي لما ضعف المسلمون في باب الإيمان الغرب تقوى في مجالات الحياة تقوى طبيا اقتصاديا ثقافيا عسكريا فحكم العالم. جميل. طيب هل هذا له شواهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وما تتابع بعد ذلك أخذوا بهذا البعد والاهتمام بالجانب المادي؟ يعني كل زمن له ظروفه يعني باختلاف الأسلحة وأدوات الحروب
لكن هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الأمور في المعارك أم كان فقط اعتماد على الدعاء وذكر الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جمعوا بين السبب الرباني الإلهي وبين السبب المادي، وأقول باختصار ما من وسيلة عصرية في القتال موجودة ومتاحة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا استخدمها، يعني مما موجود في العالم متاحة. مثلا منجنيق أول مرة استخدمه صلى الله عليه وسلم في الطائف، وجد المنجنيق أخذه صلى الله عليه وسلم ورمى به. حفر الخندق فكرة فارسية من سلمان الفارسي، حفر صلى الله عليه وسلم الخندق. المسابقة بين الخيل أجرى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قبل المعركة، خيل مضمرة وخيل مضمرة، واستقبله كبار الصحابة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر أجرى صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، تصور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المسجد قال فانطلقنا من ثنية الوداع. كان ابن عمر يقول أنا في الخيول التي ضمرت، يعني جوعت وحتى تكون خفيفة وهيئت لذلك. فأقبل ابن عمر قال فسبقت وخيلي مضمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، وكان المسجد تعرف شماسي له حائط جدار، قال فحبست قال فما استطعت قال فاقتحم بي المسجد، الفرس من قوته ما قدر يقول، فاقتحم بي المسجد ودخل داخل المسجد. ورب صلى الله عليه وسلم وكان يتناظر الصحابة بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ويدرب الصحابة عليه الصلاة والسلام، ويبعث البعوث والسرايا، ويعطي الرايات، ويعطي الجوائز والهدايا، وينفل عليه الصلاة والسلام، ويقدم القائد، ويصف الصفوف صلى الله عليه وسلم. هذه قوة المؤمن، يعني أن يكون قويا وأن يعد نفسه ليحمي وطنه ويحمي شرفه ويحمي عرضه ويحمي أمته ويحمي رسالته. أنت الآن انظر العالم الموار، الآن العالم لا يحترم إلا الدول القوية العظمى، الدول الهزيلة الضعيفة الفقيرة تعطيها مسكنة، تدعو لها بالرحمة بالرثاء، قصائد الرثاء، قصائد الرحمة، أحسن الله عزاكم، الله يجبر خواطركم. أما القوي هو الذي يحترم ويفاوض ويحاور ويذعن له وتسمع كلمته ويعجب به. والمؤمن القوي خير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فضيلة شيخ، الـ 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 في الوقت الماضي كان هناك استخدام كبير للشعر أثناء الحروب، يعني سواء حتى في الدعاية الحربية ما تسمى في الوقت الحاضر. الله عز وجل يقول ولو خرجوا فيكم ما زادوكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هذا المعنى هل ممكن أن نقرأه في تطور وسائل الإعلام الحديثة، لا سيما انتشار الشائعات والأخبار المختلقة أحيانا تكون من العدو ليس من الصديق؟ بلا شك أن الله أمر المؤمنين أن ينتبهوا لصف يسمى في لغة العصر السادس الداخلي الذي ينخر في جسم الأمة، الطابور السادس. هو هذا أهل النفاق وأهل شائعات، يصدقون الشائعات وينتشرونها، ومرجفين مخذلين يخوفوننا من الأعداء ويقول حصل كذا وحصل من القتل كذا ويمكن يحصل من المعركة كذا، فيرجفون قلوب المؤمنين ويخوفونهم ويبعثون الفوضى وينقلون الشائعات. فأمرنا بحبس هؤلاء، يعني المنع. مثل الآن في المعركة ينبغي أن يمنع المخذل والمرجف والذي ينشر الشائعات الكاذبة الآثمة الذي يعني يثلم بها صف المؤمنين، لأن تكون كلمتنا واحدة لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. يعني هذا الذي يكون في الصف المؤمن ينقل الشائعة الكاذبة المغرضة يهول حجم العدو، يقول ما نستطيع متكالب علينا، وترى يحصل كذا وكذا، وترى الحروب مجربة، وترى ندخلنا في حرب طويلة الأمد. من هذا الكلام لغة التخذيل والوهن والفشل وإثارة الزعزعة وزرع الفتنة بين الناس وزرع الهزيمة والتذمر، هذا يمنع. قل لا، أنت جبان مخذول تنشر الشائعة، نحن متوكلين على الله معتمدين عليه، وما النصر إلا من عند الله، والعاقبة للمتقين، وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين بالخير، وبإذن الله ننتصر بحول الله وبقوته وإرادته جل في علاه. فهذا المعنى الذي ورد في القرآن والسنة. جميل، يعني تقصد الشيخ أنه تداول مثل هذه الأخبار أحيانا قد لا يكون حسن، يعني أحيانا لا سيما في أوقات الأزمات، يعني أو وقت الأزمة ينبغي أن يتأكد الإنسان. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت التبين، من ما هو مصدر الخبر؟ من قال لك هذا الخبر؟ لا ينبغي عليك أنك مثلا في وسائل العصر ترسل رسالة بالواتساب ما تبين صحتها، أو تكتب في التويتر أو في الفيسبوك أو غير ذلك، أو تقول كلمة في مجلس ترميها تقول سمعنا كذا وقتل كذا وسمعنا أنه حصل ما هو كذا. يعني بئس مطية رجل قالوا هذه قالوا أو زعموا وقالوا، لأن هذه وكالة بائسة وفاشلة
ومشتتة لأمر المؤمنين ومهنة لصفهم، بل عليك أن تعتمد على الأخبار الصحيحة والأدلة الظاهرة. وحتى الخبر الصحيح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. لا ينبغي ترد الأمر إلى والي الأمر وإلى العلماء المصلحين الصالحين وتشاورهم، تقول يعني ما صحة هذا وما نبأ هذا وما هو الموقف الصحيح في هذا، ترد لأهل الحل والعقد، أهل العقل، أهل العلم، أهل التميز والتفرد. أما أنه في كل مجلس وتكتب وتنشر الشائعات فهذا وهل صف المؤمنين كما سلف. جميل. طيب الشيخ ذكرنا يعني تحدثنا عن أسباب النصر وتنوعنا فيها بين أسباب مادية ومعنوية، هل بشكل عام هل الحرب في الإسلام محببة مرغوبة أم أنها محل عدم رغبة وعدم اندفاع لها؟ الإسلام بني على الحب وليس على الحرب، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. ليس مقصودا، نحن لا نريد أن نقاتل العالم وليس مقصود، لكنه إذا فرضت علينا الحرب فنحن جاهزون ومرحبا بها ونحن أهل لها. إذا الإنسان يريد أن يفرض علينا قوته وسيطرته ويذلنا أو يريدنا في ديننا أو أوطاننا أو مبادئنا، ما هناك حل إلا هذا. ولذلك حبذ الإسلام المصالحة ومد الجسور والمسالمة إذا أمكن الأمر، ولكن إذا وصل الأمر فعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحزم، المواصلة، الجهاد في سبيل الله. لا يوجد أمة في الأرض أثبتت قوتها وأثبتت كيانها إلا بالحرب. الذي يتكلمون عن السلام، أنا أقرأ تاريخ الولايات المتحدة هنا لما جروا. بالله عليك هل تألفت الولايات المتحدة 50 ولاية 51 ولاية بالورود يعني ولا بالزهور؟ أبدا. إلا إبراهام لنكون قاد لنكون، هذا الرئيس السابع. حرب بين الشمال والجنوب كل الأمم، يعني الفرنسيون مثلا أقاموا دولتهم بيش بالسلام؟ أبدا. بالحرب سنوات من بسنوات بالحرب كل الأمم. يعني كمبوديا فيتنام وقاتلوا يعني عصابات حتى أنهم هزموا أمريكا وغير ذلك. كل أمم مجتمعة على أن تدافع عن مبادئها بالقوة وبالحزم وبالقتال، ولكن أهل الإيمان يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا الذي كان هو المقصود، أنها إذا كان الحرب لا بد منها فمرحبا بالحرب ونحن جنودها ووقودها، ونسأل الله النصر والثبات ولمن قتل منا شهيدا في سبيل الله. جميل. يعني في ختام هذا الحديث ودنا لو تحدثنا عن جزئية الشهادة اللي أنت طرقت لها الآن، أنه برغم كل هذه الأسباب المادية والمعنوية أن القتيل في المعركة أو في الحرب في الإسلام شهيد، ماذا يمكن أن نفهم من اختصاص الله عز وجل للشهيد في المعركة وفي الحرب دون سائر القتلى في الأماكن الأخرى؟ لشرف المعركة والدفاع عن النفس والدفاع عن الإيمان والوطن، جعل الله من يقتل في ذلك قاصدا وجه الله لتكون كلمة الله العليا شهيدا في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسماهم ربنا شهداء لأن الشهيد من دافع دون عرضه وماله ووطنه ودينه أولا فهو شهيد في سبيل الله إذا قتل في ذلك، فهنيئا له. ولذلك جعل الله أرواح الشهداء في حواصل طين الخضر ترد الجنة فتأكل من شجرها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالسماء. منزلة الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه ويعفى عنه كل شيء إلا الدين، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم لأنه خلاص انتهوا، قبلهم الله في من قبل وعفى عنهم ورحمهم وتولاهم وجعلهم في منازل عظيمة عنده سبحانه وتعالى، فهنيئا لهم هؤلاء الشهداء. شكر الله لك فضل الشيخ، هذا العرض الوافي الواسع حول مفهوم النصر في القرآن والسنة وبعض الشواهد التاريخية والتجارب الحضارية. شكرا لك فضل الشيخ على حضورك ومشاركتك وحديثك. أثابكم الله أخي سلطان وأثاب الله الأخوة المشاهدين جميعا. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة لبرنامجكم اليوم نجتمع والذي يأتيكم من القناة السعودية. الجمعة القادمة موعد اللقاء، نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.